السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. هنا في أحد المتاحف الجميلة، طبعا المجاور راست بروز اللي هو مسلسل راست فالي في نتفليكس. راح نسوي تغطية كاملة بإذن الله للمتحف، هنا نتعرف على السيارات الموجودة. أغلب السيارات الموجودة هنا للبيع. هذه الجاكور، هنا المزيون اللينكن، أغلب السيارات ما عليها سعر، يقول فور سيل باي أونر، أنها من المالك راح تنباع، وتيك أوفرز يقول يعني نأخذ عروض، عرضنا السعر اللي بتدفعه ونشوف إذا ناسبنا نبيع لك. فإذا أي أحد يا شباب ناسبه أي سيارة من السيارات الموجودة هنا يسوي عليها سكرين شوت، يتواصل مع الشباب على الواتساب في قسم المبيعات، وبإذن الله نتواصل مع المتحف نشوف إيش اللي للبيع. من يعرف السيارة هذه يا شباب؟ يلا تحفونا، من يعرف السيارة هذه؟ هاي طبعا الفورد ثندربيرد، موديلات الخمسينات، ماني متأكد موديل كم بالضبط لكنها في الخمسينات، جميلة صراحة. هذه 1939 كادلك، 280 سلندر، تمشي 90 مايل في الساعة. أقصد يعني الطبلون حقها والسرعة القصوى 90 مايل في الساعة. هنا مجموعة من كذلك. هذا الكادلاك، هذا البيوك، هذا موديل 60 شفر، طبعا هذه كانوا يستخدمونها في الدليفري او التوصيل. اللي يسأل، أنا في كندا ماني في أمريكا، طبعا نروح ما بين كندا وأمريكا، لكن الفترة هذه في كندا. اللي شاف مسلسل راست فالي بيعرف السيارة هذه. هذا اللي اشتغل عليها مايك راست بروز. طبعا السيارة مثل ما تشوفون هنا سعر البيع 35,000 دولار. وبالمناسبة طبعا انتوا شفتوا مسلسل راست فالي اللي في نتفليكس. المتحف، هذا المتحف هنا راست فالي، راست فالي اللي سووا فيه المسلسل خلف المتحف. خلينا نشوف، نحاول نشوف لكم اسم المسلسل اللي ما شافه يتفرجه. طبعا هذا مايك احد الاشخاص المعروفين في مجال السيارات، وسبق اشترى من عندهم سياره، وهي حاليا ملك لاخونا وحبيبنا حماد العنزي. خلينا نشوف لكم اسم المسلسل.
راست فالي ريستورز هذا المسلسل. طبعا تم انتاجه في 2019. انا حتى رحت قبل شوي بقابل مايك لكن ما هو موجود, قالوا جالسين يصورون للجزء الجديد. لا في سياره موعده بجي اخذها من عنده من اكثر من سنه تقريبا, كل مره امر ما حصله. هذا راس بالي طيب خلونا نكمل الجوله هنا. طبعا هذه البونتياك الفاير بيرد, هنا الكوغر, هنا الفورد ثندر بيرد, وهذه كاستم. هذه صراحة تحفة. اللي يسأل عن قصة المسلسل, مجموعة يجددون سيارات عنده مزرعة على مد النظر, كلها سيارات, أغلبها سيارات يبيلها تجديد, وجزء كبير منها يعتبر من السيارات النادرة جدا. يعني عنده بعض السيارات واحدة من أصل 19, واحدة من أصل 118 أو 119, يخليها عنده سنوات وبعدين يجددها. والآن يعني نتفليكس استهدفوه فصوروا معه كذا حلقة أو كذا جزء, يعني طلعوا كيف تجديد السيارات, كيف يطلعها, كيف يجيبها. حتى يعني مثل ما ذكرت الحمد لله اشترينا من عنده سيارة من السيارات. طلع في المسلسل أخونا وحبيبنا باسم الجهني أبو كنان, لما خلص التشارجر الار تي, ومثل ما ذكرت هي الآن ملك لأخونا وحبيبنا حماد العنزي. السيارة موجودة في السعودية وتحفة صراحة التشارجر تبارك الرحمن. طلعت في المسلسل ووقت شرائها صوروه في نتفليكس. ما ادري ايش فيكم على عبد الرحمن بن مساعد, الامير عبد الرحمن بن مساعد, في كذا احد يقول لي صوتك يشبه له. نتشرف صراحه بالامير عبد الرحمن, من الناس اللي نتشرف بقصايده. هذا الكمار تبارك الرحمن. والله ما يبرع قصايد, اللي يقول عطنا قصيده ما مالي في القصايد, لكن اللي يسجل او شيء يوصل المقطع هذا لسمو الامير عبد الرحمن بن مساعد يقول هذا شبيه صوتك, ياكد لنا هل انا شبيه صوته ولا لا. هذه الكمارو, اللي يسأل ابو شو اسم المسلسل, اسمه راست فالي ريستورز. خلنا نصوره مرة ثانية هنا. هذا المسلسل طبعا المكان هذا تقريبا وراء المبنى مباشرة, أقل من كيلو وراء. اللي يقول كورف 63, لا والله ما في كورف 63, هذه ندورها. هنا الريبليكا الشلبي او الكوبرا, عليها مكينة 427, ماني متأكد الى البيع صراحة ولا لا. وجهك حبيبنا فهد مطيري والجميع يا رب. طيب غطينا الحين المنطقة هذه. طيب اللي تو دخل البث راح انزل ان شاء الله البث كامل في الانستغرام وبرضه في اليوتيوب. اليوتيوب راح يكون له ترتيب بإذن الله, تغطي الحلقة كاملة. خلونا الآن نطلع نصور بعض الأنتيكس الموجودة هنا والسيارات البروجكت.
طيب الآن بحاول يا شباب قد ما أقدر التصوير يكون هادي حتى تقدرون تشوفون الأشياء مضبوط هنا. Don't worry, I'm okay with that. Yeah, we're just trying to teach him to not bug everybody because not everybody's okay. Yeah, yeah, okay. Yeah. No worries. يا جمالها طبعا هذه الحمد لله تشرف بامتلاكها عندنا موجودة في المعرض أحد مقتنياتنا مقتنيات في VIP Classics. سوس تيل تشارجر اللي يسأل عن أسعار شوف المسعار هنا على حسب السيارة هنا مثل هذه $95 هذه 105 75 تتراوح ما بين $40 إلى $300 حسب المجسم حسب إذا كان قديم ولا حديث هذه الإمبالا 75 هذه جميلة صراحة حلوة حلوة يعني لها جمال So you got new cars over there? Go through there and we'll get you to the yard outside. Okay. طبعا هذه غاز بومب من الاشياء الجميله في المتاحف اللي عند متحف وعنده جراج جدا جميله لكن الاصليه منها ما هي رخيصه مثل هذه شوف سعرها $9,000 set of two الثنتين هذه الفانل هناك هاي ثلاجة كوكاكولا القديمه سعرها معقول صراحه $500 معقول جدا الله يعافيكم جميعا يا تقول الله يعطيك العافية طيب الحين بنروح لقسم السيارات البروجكت المشاريع ليس في توصيل الكويت نوصل لا يمكن في العالم
الحمد لله شحنا على الخليج كله، شحنا على على لبنان، على الأردن، على ليبيا، على أوروبا كلها، من كندا لأمريكا، من أمريكا لكندا، الحمد لله نشحن من جميع الدول، من جميع الدول إلى جميع الدول. هذه جميلة صراحة كمشروع. هذه وين حبيبنا أحمد الشهري عنها؟ هذه مشروع كامل. طبعا في واحدة عندنا باقي ما خلصناها، ما هي مشروع، يبغى لها شغل بسيط، لكن راح بإذن الله تخلص قريب وتشوفنا بإذن الله في مقرنا ومعرضنا. هذه نوفا برضو، اللي شاف رست فالي كانوا يصورون هنا في المنطقة هذه. طبعا يا شباب للتوضيح السيارات هذه مشروع بروجكت، يعني مثلا حصلنا سيارة زي هذه أبدا نهائيا ما ناخذها نجددها ونبيعها، لا نبيعها زي ما هي، لأن في ناس تبغى سيارة مشاريع، فنوفر سيارة المشاريع ونشحنها، لكن ما نشتري من السيارات هذه، نشتري شيء يعني شيء جاهز، ما هو يعني ما يكون مشروع. طبعا الجدير بالذكر بعض السيارات اللي هنا حتى على حالتها اللي تشوفونها ما هي رخيصة، لأنها تكون يعني نادرة، فيأخذونها يجددونها من الألف إلى الياء. يعني بعض السيارات اللي تشوفونها على حالتها لو أحد يعني شخص أخذها جددها كامل وعرضها في السوق يعني أسعارها بمئات الألوف. يقول لك هنا please look don't touch، فقط تفرج لا تلمس شيء. هلا والله، مرحبا اخوي محمد العيد. والله حاليا ما فيه، لكن تواصل مع الشباب على الواتساب نشوف اذا حصلنا شيء ان شاء الله. طيب بالنسبة لسيارة بروجكت للأسف ما تدخل السعودية، يعني على حالتها ما تدخل السعودية، ممكن فقط الطريقة الوحيدة أنها يعني تترتب ترتيب أنها تكون على الأقل يعني تمشي. أوه هنا برونكو، هذا صراحة مشروع تجديد جميل، والأسعار برونكو الآن في ارتفاع بعد ما طلعوا البرونكو هذا الجديد، القديمة صارت أسعارها ترتفع بشكل ملحوظ. يعني طيب يا شباب عشان الجوال ما يحتر، بس راح اقفل الان البث وابث من جديد ان شاء الله.